حبيباتي احبائي، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الدجاج محمر بالدغميره ديالو، يعني على الطريقه المغربيه. انا يا هاد الدجاج غادي نسجل معكم اول فيديو البنات في الليل باش نشرملو في الليل، اذا كان في الامكان ديالكم تشرملوهم في الليل قد ما كيبقاو في لا مارينات، قد ما كيشربوا كيجيو بنان، اولا الا كنتو زربانين تقدروا ديروهم ساعتين او ثلاثه من قبل. المهم انا عذروني على هاد الفيديو لما بانش لكم الاضاءه مزيانه، انا كنصور دابا في الليل. المهم لهاد الوصفه انا غادي نحتاج غنعطيكم غير المقادير ديال لا ماريناد ولو غاست تاع لا غوسيت ان شاء الله غدوه كنجي نطيب. انا هنا عندي زوج دجاجات شديتهم نقيتهم نظفتهم كما كتشوفوا. غادي نحتاج هنايا واحد البابه تاع سيترون كونفي، هذاك الحامض المصير البابه ديالو نص خديت. هذه خديت مغرفه صغيره تاع الهريسه، هريسه في ميزون غادي ننزلها لكم في فيديو لاحق ان شاء الله. هنا خديت عصير تاع ليمونه ان جو دو سيترون. هنايا كما كتشوفوا البنات انا موجده هاد الخلطه سبيسيال تاع اللحم وتاع الدجاج ملي كنبغي ندير محمرين، القزبر والمعدنوس والثومه مقطعهم وطحناهم مع بعضياتهم. غادي نحتاج الزعفران شعره اللي غادي نديرو في كاس تاع الماء غير مملوء. غادي نحتاج الملح. وبالنسبه للتوابل فهنايا عندي راس الحانوت، عندي القزبر يابس مطحون، عندي الخرقوم عواد، عندي سكينجبير، هنا زعمت شويه سكينجبير درتو بزيد لان الدجاج كيبغي سكينجبير، عندي الفلفل الاسود، عندي التوابل الخاصه بالدجاج، وعندي الضامه ديال الزعفران. بالنسبه للتوابل تاع الدجاج الا ما عندكمش كما كنقول لكم تقدروا تستغناو عليهم ماشي ضروري. الزيت ما غاديش نديرو اليوم البنات، حتى الغدوه ان شاء الله على بركه الله غادي نبتديو. اول حاجه غادي نقدم لكم شويه هاد الاناء ديالي فاش غادي نخلط. غادي ننزل الحامض ديالي والهريسه، الهريسه كتبقى اختياريه البنات ماشي ضروريه، فهي كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف. غادي ندير كذلك الربيع قزبر والمعدنوس والثوم كما كنقول لكم. هنا راه باقي جامد عندي، الله جبته من المجمد. غادي نستعمل سكين باش دغيا فوالا. كديروا قص واحد شنو نقول لكم البنات تقريبا زوج ملاعق كبار هكاك او ثلاثه، ان هادو هما اللي كيعطيو البنه للدجاج. صافي انا غنكتفي بهذا القدر كما كتشوفوا. غادي ننزل بعصير الليمون تاعي، غادي ننزل بجميع التوابل، الملح غادي ندير غير شويه، ما نساوش بان عندنا البابه تاع سيترون حامضه ودرت جو دو سيترون، ومازال غدا غادي ندير الزيتون. المهم انا غادي نكتفي بهذا القدر. وغادي ندير هذا الزعفران اللي رطبته في الماء بهذه الطريقه. صافي كنخلط كاع هاد المكونات مزيان. انا غنخلط المكونات ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفون بعد ما خلطت كاع المكونات ديالي مزيان غادي نجيب الدجاج ديالي. فهاد المرحله البنات اللي بغى يزيد السمن يزيدو، انا كما سبق ليا وذكرت ان الزوج ديالي ما كيبغيش السمن وما كيبغيش النكهه تاع السمن، فهداك الشيء علاش كنتفاداه، اما هو كيجي بنين. فوالا كنحاولوا ندخلو كما كتشوفوا بين هاد الفخيضات هادو، كندخلو هكا نظن يكون واضح، نتمنى يكون واضح هكا. هنا حتى كن نمصيوها مزيان بهاد لا ماريناد. هنا غادي نجيب الدجاجه الثانيه، نفس الطريقه كذلك. هنا ندخل بالفخاد كذلك الجهه الثانيه. عذروني كنتابعش الكاميرا بزاف ولكن كنحاول
ما بالإمكان ديالي باش نفيلمي لكم يعني على أحسن جودة باش تخرج لكم الصورة واضحة. فكما كتشوفوا هنا غادي نرجع نجيب هاد الثانيه ديالي كذلك، غنزيد ندخل لها شويه من الصدر. انا هنايا البنات عندي لي بلاك سيراميك ما قدرش نشوطو كما بغى الخاطر، كما كيكون عندكم الغاز كان عندكم الغاز غير شوطوه مزيان، مي انا حاولت نحيد ليه يعني الكبير اللي قدرت. بالنسبه خاصني نربط ليه رجيلاتو، فانا هاد لاستيك اللي كيجي فيه كنشدو كنغسلو مزيان وكنربط به رجلين. ولا يمكن لكم كذلك ديروا خيط او فيل اليمونتير، مهم انا هذا اللي متواجد عندي حاليا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. غادي نحاول نربط معكم الاخرى البنيات المبتدئات، كنشدوا الرجلين كنديروا وحده على وحده هكا كخوازي، وكنجيبوا لاستيك او الفيل كما قلت لكم صافي وكربطوهم. انا غادي نمسح هاد الباسينه ديالي وغادي نغطيهم فيلم المونتير وندخلهم الثلاجة حتى الغدوة ان شاء الله، ونتلاقى معكم في باقي المراحل وباقي المقادير عفوا. حبيباتي احبائي انا رجعت معكم باش نكملوا باقي المقادير وباقي الطريقه تاع الدجاج محمر. ما كتشوفوا معايا هو الدجاج ديالي جبتو من الثلاجه. هنايا غادي نحتاج كاس الا ربع مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده، غادي نحتاج الزيتون وغادي نحتاج القشر تاع الليمون لان داك اللب هو اللي درت البارح انايا في لاماريناد. المهم غادي نحتاج غير القشر اللي تزين. غادي نحتاج كذلك الكبده ديال الدجاج اللي نقيتها وغسلتها قطعتها الى اطراف صغيره كما كتشوفوا. غادي نحتاج هنايا واحد ربعة البصلات اللي قطعتهم رقاق كما كتشوفوا شلطتهم رقاق، وغنحتاج كذلك الى عصير ليمون ان كما قلت لكم الدجاج كيبغي الليمون. خليكم معايا غادي نبداو على بركه الله. هنا كما كتشوفوا جبت الطنجره ديالي اللي غادي نطيب فيها او اي اناء غادي تطيبوا فيه نتوما. بسم الله غادي ناخذ شويه ديال البصل غادي نفرشو هكا من التحت باش ما يتلصقوش ليا الدجاجات ديالي. غادي نجيب نصف الكميه تاع الزيت غادي نديرها من التحت، وغادي ننزل بالدجاج ديالي بسم الله. وملي كنحطهم البنات كنحاول نخالفهم بهذه الطريقه. غادي كاع هاد لا ماريناد اللي بقات ليا غادي نكبها خلطها جيدا، وغادي نزيد فيها زيت الزيتون نتوما كما كتشوفوا، ونخلط جيدا بسم الله ونكب هنا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. اعذروني حبيباتي غسلت يديا. المهم غادي نعاود نجيب البصل نديرو من الفوق حتى كنزل كاع الكميه اللي عندي. ديجا ريحتو عاطيه زوينه لان بيت في هذيك لا ماريناد كما قلت لكم البارح كي صورت معكم اول فيديو في الليل. ولا ما قدرتوش طبيعه الحال ديروها ليله مسبقه، تقدروا ديروها ساعتين او ثلاثه قبل على الاقل باش يدخلوا هذوك لي زيبيس. المهم انايا درت ليه هكا. هذا سيترون ما غاديش نحتاجو دابا، الكبده كذلك ما غاديش نحتاجها، زائد الزيتون غيبقاو ليا هما الاخرين. هنايا باقا واحد القطيره لا للضياع صافي. غادي نغطي عليه وغادي نديرو يتقلى على نار مهيله ونبقى نقلب فيها. انا غادي نرجع معكم باش تشوفوا كيفاش. وهنايا كما كتشوفوا نظن يكون واضح لكم في الكاميرا انا كنقلب الدجاج بمساعده ديال اليد تاع المغرفه اللي كنحرك بها ماشي الراس اليد، لان انا ما هنا عندي القميله الصغيره ديالي. نتوما الى عندكم القميله كبيره ديروا كبيره احسن. فوالا كما كتشوفوا بهذه الطريقه صافي. وكنحاول نجمع هاد لاصوص الجنيبات وكنخلي بوغ لو مومون ما كنديرش الماء، كنخلي حتى كيتقلى مزيان مع ديك البصله عاد كنرجع ندير الماء. غادي نرجع معكم ان شاء الله.
وهنا كما كتشوفوا قلبتهم على صدرهم، دابا قلبتهم على ظهرهم دائما بمساعده هاد اليد تاع المغرفه. فانا كنجيب واحد بيوردون وكنبدا نتكهم بحال هكا في صدرهم في خيضاتهم. كيف تلاحظوا كيبداو يخرجوا لكم واحد النقط تاع الماء هنا. بالنسبه للبلول هنا انا راه عندي هانتوما، انا قلت لكم الجميله هذا باقا ما درت لا ما لا والو غير تاع البصله، ولكن غادي نحتاج الماء فاش يطيب. فانا غادي ندير كاس غير مملوء كما كتشوفوا معايا دائما بسم الله بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نغطي عليهم وغادي نبقى نقلب فيهم على الجوانب على فخادهم على صدرهم على ظهرهم حتى كيطيبوا ونحيدهم ونرجع معكم الطريقه الاتيه ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا عفوا حبيباتي نسيت معكم واحد ليطاب، كما كتشوفوا انا عاود تقلبتهم على صدرهم حيت الصدر اللي كيشط الطياب بزاف هو الفخاد، الظهر ما فيه والو. لو كان نقرب لكم هنا الكاميرا غتشوفوها هو هنايا الجلده ديالو بدات كتكثر، يعني خصكم تنتبهوا لهاد الحاجه. غادي نجيب تاني غادي نعاود نبيكي كما كتشوفوا. ونسيت باش نزيد معكم عصير الليمون الا بغات تحل هي القرعه. غادي نحلها ونرجع لكم. اخيرا حليتها كما كتشوفوا معايا. فانا غادي ننزل، انا غادي ننزل لكم بالمغرفه باش تشوفوا بسم الله. ها واحد المغرفه على تقريبا زوج مغرفات ونص. صافي دابا ان شاء الله حتى يطيب نحيدو من الجميله ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا نحيت الدجاج ديالي، فبقات لي انا هنايا هاد البصله مع لاصوص. غادي نجيب مباشره الكبده ديالي غادي نرميها في هاد لاصوص. كاينين الناس اللي كيسلقوها نص سلقه عاد كيديروها، انا كنديرها مباشره. الزيتون ما غاديش نديرو دابا لاننا انا باغا نحتفظ به هكا لان اصلا هو طيب. فغادي ندير غير الكبده ديالي كنخليها حتى كطيب، كنغلق عليها كنخليها حتى كطيب، ومني كطيب كنعري الجميله ديالي باش هذيك لاصوص ديالي تغمر وتشرب. وغادي نرجع معكم باش نوريكم الدجاج كيفاش غندير ليه. وهنا هاد الدجاج ديالي درتو في المول اللي غادي ندخلو للفران، درت ليه واحد المغرفه تاع لاصوص باش ما يلصقش من التحت. وكنجيب الزبده ديالي لو بوغ وكنبدا ندهن فيه من جميع النواحي البنات. فهاد الاثناء الفران راهو شاعل على 180 درجه الحراره كيسخن. غادي ندهن انايا الدجاج ديالي بطريقه كامله، غادي نقلبو كما كتشوفوا على ظهرو على جنابو، وغادي ندخلو باش يتحمر ونرجع معكم في الطبق النهائي ان شاء الله. حبيباتي احبائي هنا كما كتشوفوا حمرت الدجاج ديالي مزيان في الفران، خرجته حيدت ليه هذاك اللي كتربط عليه به الرجيلات ديالو. بالنسبه للمرق كما كتشوفوا هنا باش كنعرفوا المرق ديالنا اختار، ملي كيتعزل لينا الزيت على لاصوص كنعرفوا بان المريقه ديالنا وقفات. هنايا كما كتشوفوا انايا قطعت هادو الشرائح ديال الليمون ديكوريتهم هكا. وبالنسبه للزيتون انا حتى طفيت على المرميطه ديالي عاد لحت الزيتون في لاصوص. خليكم معايا غادي نرجع لكم الطبق النهائي ان شاء الله. احبائي حبيباتي هذا هو الطبق النهائي ديالنا، انا زينته على هذا الشكل. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك، الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللي كيشوف الفيديو ديالي لاول مره وعجبته القناة ديالي وعجبو الفيديو يشترك، مرحبا مية ألف مرحبا. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.